مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فولوورز. ضيفتنا هاد الليلة جاتنا من مدينة الدار البيضاء، هي من أشهر اليوتيوبرز على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم في حلقة فولوورز غادي نتعرفوا أكثر على جانب من حياتها وعلى علاقتها بالسوشيال ميديا. رحبوا معايا بالجميلة رباب أس. مرحبا بك معنا رباب. الله يبارك فيك، نورتينا. نور بنورك، ربي يخليك. وجدنا واحد الروبورتاج على المسار ديالك، مساعدة تشوفيه؟ مرحبا، شوفي الروبورتاج. رباب أزماني تزادت مدينة تطوان، هي من أسرة مكونة من أخوين وأخت. حاصلة على البكالوريا علوم الاقتصاد سنة 2006، من بعد ما خدات البكالوريا درست التسيير المالي بالمدرسة العليا للتجارة بمدينة مراكش، وحصلت على الماستر سنة 2011. سنة 2012 اشتغلت في مجال العقار لمدة 6 سنوات. رباب هي من أشد معجبات المغني فريد غنام، بحيث طورت العلاقة إلى حب وانتهت بزواج في سنة 2015. من بعد عامين رزقت بطفلة في سنة 2017، شيء اللي خلاها تفرغ للتربية ديالها. من بعد عام قررت أنها تدخل لعالم السوشيال ميديا، وكانت البداية ديالها في سنة 2018 بحيث دارت القناة ديالها خاصة باليوتيوب ومن بعد الانستغرام. رباب دخلت للمجال الإشهاري اللي سمح لها التعامل مع مجموعة من الماركات المعروفة والمشهورة، كذلك صبحت عارضة أزياء ولو كعيطوا لها في جلسات التصوير، وكانت أيضا أول تجربة لها في كليب بلغانا لزوجها الفنان فريد غنام. ضيفتنا هاد الليلة من برج العذراء، ومن المعروف على أنثى العذراء كتميز بقدرتها على التحليل والتفاني بالعمل، الأمر اللي كيرفع من مكانتها ورتبتها في العمل. وقدرتها على حل المشاكل، هي شخصية محافظة كتكون قاسية أحياناً خاصة مع الأشخاص المحيطين بها والمقربين لها. كيف جاك لو فختار رابا؟ أغزال الملخص ديال 30 عام. نعم، درتي بزاف الحوايج كمان. صافي بليزير. نعم، فأنت أنثى العذراء، والأنثى العذراء معروفة على أنها إنسانة عاطفية واقعية، وليس من الممكن أن تعترف بالخطأ ديالها، ولا يمكن يعني مجاراتها. في واحد شوية ديال العناد، خصني أن الرأي ديالي هو اللي يمشي. واش أنت هكا؟ هو صراحة أنا ما كنت باش الأبراج بزاف، ولكن أنا هاد العناد اللي فيا سحب لي حيت أصلي ريفية على داك الشيء. ويمكن بجوج. بجوج بهم دابا تلقاو أصلا البرج ديالك، ودابا تزاد تسير الأصل الريفي. وتحية كل الريافة اللي كيتفرجوا فينا هاد المنبر. كنحييهم هاد المنبر. أكيد. كذلك معروفة الأنثى العذراء أنها كتحسب الخطوات ديالها، أي خطوة كديرها عند دراسة، عند اقتناء، وكتعرف شنو كدير في الحياة ديالها. واش أنت هكا؟ هو صراحة أنا سبونتاني بزاف، يعني العكس ديال هاد الشيء. أنا علاش قلت لك أنا ما كنتباعش الأبراج بجد؟ لأن كاين حاجات كيكونوا يعني الصفات بصفة عامة، صفة عامة اكزاكتومون. كاين الحاجات اللي كيكونوا هما طبق الأصل، وكاين الحاجات اللي ماشي هما. بحال دابا مثلا ما كدرسيش خطوات ديالك؟ أنا سبونتاني بزاف في حياتي، يعني سوف إذا كنت خدامة على شي بروجي ولا شي حاجة راه كندرسو حتى كنتفانى، يعني كنعطي زعما كل شيء اللي عندي باش يكون داك العمل ناجح. هذاك هو كندرس بيرفكت. إذا ليك الأمور تمشي اكزاكتومون، هادشي علاش أنا شوية معروفة بالستريس وشوية الأعصاب، خصني الحاجة كما تصورتها تكون. نعم، نمشيو نشوفوا النساء ديال المتتبعين ديالك مواقع التواصل. يعني اخر عدد شفناه في فيسبوك عندك 52000 ابوني، بالنسبه لليوتيوب 180000 ابوني، انستغرام عندك 534000. ترتيب المدن عندك الدار البيضاء المرتبه الاولى، طنجة، اكادير، الرباط، ثم مراكش. وترتيب الدول عندك المغرب والاول اكيد، اسبانيا، فرنسا، الجزائر، ايطاليا. الفئات العمريه عندك ما بين 24 و 18 سنه. وبالنسبه للرجال عندك 27% ديال الرجال مقابل 73% ديال النساء. يعني اكثريه ديال النساء هما اللي متبعينك اكثر. شنو كيبان لهم فيك رباب؟ هو حاجه طبيعيه يكونوا النساء متبعيني اكثر، لان لا القناه ديالي ولا الانستغرام موجه للنساء، وبصفه عامه يعني بصفه خاصه الامهات.
حيت انا في الاول بديت كنبارطاجي مع الناس التجربه ديالي في الامومه. اصلا هذا كان سبب باش حليت القناه على اليوتيوب، حيت في الاول من بعد ما ديميسيونيت يعني جاكو شي صدفه وقابلت بنتي واحد العام حيت كنت كنعرض رضاعه طبيعيه. فبداو كيقترحوا عليا نفتح قناه بارطاجي معاهم لي زيكسبيريونس ديالي، وبديت في الاول يعني كل ما عنده علاقه بالامومه. بديتي غير بالصدفه؟ الناس كيقول لك ديري قناه ديري قناه. لا صدفه، كل شيء جا صدفه. انا يعني الدومين ديالي بعيد على هذا الشيء، وعندي ماستر جيستيون فينانسيير، كنت خدامه في سيكتور ايموبيليي بوندون 7 سنين. ماشي سهله. جات غير صدفه. ودومين زوين بزاف. ما عاودش رجعتي لهذاك الدومين؟ علاش؟ لا ما عاودش رجعت، لان قلت لك انا نورمالمون ما كنتش عواله غنديميسيون، كنت باقا ما جربتش الامومه. ملي ولات وديك العلاقه بيني وبين بنتي ديال الرضاعه جاتني صعيبه على 3 موان داخله لاكريش، سورتو بحكم انني في كازا وانا من تطوان. دابا شحال عمرها بنتك؟ عندها عامين ونص. دونك عامين ونص ما كتفكرش انك تعاود ترجعي للميدان ديال الامومية؟ لا ما كنفكرش دابا نرجع حاليا ديك الميدان، باقا مثبته بنتي وباقا كنحاول تكون معايا الماكسيموم امبوسيبل. اذا تحت لي الفرصه نديها معايا كنديها معايا، ما كانش يبقى معاها في الدار، حتى انا كنحرم راسي من شحال من لي زيفينمون ما كنمشي لهمش غير باش نبقى حداها. والخدمه زعما في اللحظه هذه ما كنفكرش نرجع لها. ياك كطمحي على انه يتزاد العدد ديال لي فولورز؟ عندك شي خطه ولا استراتيجيه باش انك تزيدي العدد ديال لي فولورز ولا لا؟ لا صراحه لا، الحمد لله كيجيو بوحدهم. ونقدر نقول لك انا القناه الوقيله الوحيده اللي ملي كتشوف لا فيديو ديالي في يوتيوب ما كتلقاش في الاخر لا فيديو تابوناو هنا ولا بارطاجي ولا هذا، كيجي داكشي هكذاك الحمد لله. تفاجئتي بالعدد ديال الناس؟ انت عندك لي فولورز اكثر بزاف من فريد غنام. وها فريد، لان الغلط اللي عمل هو ملي جا من ذا فويس كان تلها مع الخدمه، سورتو كيسافر بزاف على برا خارج المغرب، عنده بزاف ديال لي ريزيدونس بزاف ديال لي فيستيفال، ما كعطيش الوقت كان لي ريزو سوسيو، ما كيبارطاجيش مع الناس، ما كيعطيهمش جديد. انا فوقاش تكونت هاد لاباز هادي من بعد العرس ديالنا، حيت كنا عملنا عرس كبير مزيون، لبست فيه شي 8 اللبسات داكشي. القصه ديالكم راه سبيسيال، غادي نعاودو نرجعو ليها. من التقاليد التطوانيه عملت اللباس سويسا، لباس دريافه. كانوا ديك لي فوتو ديال المغياش تبارطاجاو في لي ريزو سوسيو. تما فاش جاتني تابوناو عندي. انا ريفيه ولكن تزاديت وتربيت في تطوان. داكوغ، ولكن الاصول ديالك الاب ولا الام جميعهم ريافه؟ لا بابا ريفي، ماما تاجاويه. منين؟ حسيمه ولا نادور؟ نادور، فرخانه بالضبط. نعم فرخانه. تحيه للناس ديال فرخانه. دونك كتهضري بالريفيه؟ لا والو، لان حتى بابا تزاد في تطوان. اوكي. انا جدي اللي يعني خلق في. كتمشي لنادور؟ عمري ما مشيت، عمري الا مع بابا. شحال مره كنكونوا صافي حتى خططنا غنمشيو كتقنينا. زوينه نادور، ناسها طيبين يعني، خصك تمشي. تبدلات بزاف دائما. حتى فريد شحال مره كتجي الخدمه تما وكنفرح، حتى اخر لحظه كيتانيولا داك الشيء وما كنمشيوش. وخصك تمشي ان شاء الله. شمي الريحه ديال الاصول ديالك اكيد ضروري. فندوزو لاول فقره من حلقه اليوم، واللي هي اش كيقولوا عليك لي فولورز. شوفوا اول صوره. الوغ هنايا الياس كيقول لك اش هاد التفاهه اللي نتوما عايشين فيها. واش غنقول لك؟ هو كل واحد وجهه نظر ديالو يعني. شكا برودوي دو كومونتير اللي هو قاصح يعني. اش من تفاهه؟ انا كتبان لي صوره عاديه فرحانين. لا تفاهه قال زعما على هاد لافوتو. اه علاش؟ ما عرفتش. اي واحد كيسافر كيدوز ان مومون مزيان كيبارطاجي لافوتو عادي، سواء كنتي مدونه ولا جالسه في يعني في كرسي عمومي. كنا نمضي في اوروبا. هذه اخر خرجه ديالنا امستردام. نعم. كيفاش كتعاملي مع الناس اللي كيكون عندهم الكومونتير هذا شويه قاصح؟ كديري بلوك كتجاوبيهم ولا ما كت؟ باش نكون صريحه، انا من الطبيعه ديالي تري سونسيبل بزاف. داكو. دونك في الاول كانت شحال من كومونتير يقدر يبكيني، كنت كنجاوب، كنت نبقى نتفكر داك الشيء. ولكن ما نكذبش عليك، مع الوقت مع السنين كتبنى واحد المناعه يعني، لدرجه دابا كنقرا داك الشيء كنبدا نضحك. انا كنبدا نضحك كنقول لهم زعما فهمتي يعني الكومونتير واخا خايب كيضحكني، اذا مسحته او لا بلوكيتو كيكون احتراما للاب ديالي، حيت المساند ديالي الاول هو الاب ديالي. بابا عنده انستغرام كيدخل كيشوف لي كومونتير. عنده ريزو سوسيو كاملين، هو المساند ديالي الاولي احتراما له، باش ما يقراش شي حاجه يعني فيها شي كلام فاحش ولا شي حاجه اللي غطيح بالسمعه ديالو. كنمسح ولا كنبلوكي صافي، هادشي اللي رجعت كنعمل. نشوفوا الفيديو. So serious, girl, why those feet?
دونك انا هذا الفيديو درت فيها حيت كملتي 500 كا إيه. دونك صوبتي ان جاتو كنوجه تحيه لساره كيك ارتست ساره اللي هي اللي دارت لك والاصل احسن من التقليد احسن من الكاتو وجهك احسن من الكاتو على اي جوك بزاف الانتقادات على هذا الفيديو هذا دونك هنا فاطمه كتقول لك غير جالسه وكتلوي كيلحنش لا حول ولا قوه الا بالله شي كومونتير جديد ما شفتوش لان في الوقت اللي نزلت لا فيديو 99 في لي كومونتير كاملين كانوا زعما مزيانين مي انا ما كنعاودش نرجع نقرا لي كومونتير القدام يلا كنقرا غير داك النهار الاول صافي كندوز لحاجه اخرى ماشي زعما كيفاش فرحانه نورمالمون كان فريد في هولندا كان قال لي ملي غنرجع نحتفلوا ب 500 كان سحب لي باقي ما غنكملهاش وبالصدفه تكملت في ذاك الوقت وساره كيك ارتست مسكينه كنت في طنجه قالت لي انا نصاوب لك واحد سيربريز هي اللي عملت لي التيشيرت وعملت لي الكاتو مشيت صدفه انا معولاش تا كنلقاها مسكينه فرحات بيا وكنت فرحانه هذا هو الكاتو اللي درتي في الفيديو كليب اكزاكتومون على داكشي كنوجه لها تحيه واحد الانسانه تري بروفيسيونيل واحد الانسانه يعني عاونتني بزاف عاونتنا بزاف في الكليب يعني دو ا زد كانت مع بحكم ان عندها لي كونتاكت بزاف في طنجه شحال من حاجه سهلت علينا الصراحه حنا نعاودو نرجعو للكليب ولكن من بعد شوفوا الصوره الثالثه الو هنايا فاطمه الزهراء كتقول لك صبغه مقشره لا صوغ كراوي اش هاد التصويره عاوتاني نوتر كريتيك انا شخصيا ما كنكذبش عليك انا شفت هاد لا فوتو عجبتني وصورتها بواحد الطريقه اللي بالفعل بحال انت بصح نيت في عماره يعني برافو عليك درتي واحد لا ميزون سين اللي زوينه وزوينه بزاف وهذا كيدل على الذكاء ديالك والخيال الواسع يعني انا شخصيا عجبتني الخيال ديالي ما عندوش الحدود والناس تقدر تجيهم بزاف المرات تافهه في لي فوتو ديالي ولكن انا بحكم انا بابا فوتوغراف بروفيسيونيل راه ملي خلقت هو كيصورني 24 ساعه على 24 ساعه فيديو ماشي غير لي فوتو دونك انا نتصور شي حاجه بحال اللي كناكل بحال اللي كنعس نتصور عندي ضروري نتصور لا يعني باش ديري فوتو كم صار يعني برافو عليك انا عجبتني شنو تجاوبي فاطمه الزهراء والله ما سمعتك شنو قالت قالت لك سوقي خاوي سوقي خاوي على لا فوتو زعما والحمد لله ما عندي ما يدار كنلقى الوقت باش نفرح براسي ونضحك ونتسارى الا كان عندي ما يدار ما غنلقاش فاش نعمل هاد الفوطو نعم دونك بكل ابتسامه بيان سيغ مرحبا انا قلت لك شاكا ان برودوي دو سون انفيرونمون يعني كل واحد كيفاش كيشوف الحياه ما يمكنش انا نبدل الفكره ديال بنادم كيف هو انا الحياه بالنسبه لي اللي هكذا كاين فيها انرجي بوزيتيف فيها الضحك فيها النشاط بيان سيغ كاين حتى لي مومون درتي الفاكسان ديال المبالاه لا صافي دابا قلت لك عندي مناعه نشوف الصغيرة بقى ألوغ هنايا فريد قبل وبعد بزاف ديال لي كومونتيغ دونك هنايا كتقول لك كوثر فضحتينا بأنك أنت اللي كتشاركي معاه المخدة دونك أشنو غادي تجاوبيها وعلاش هاد الكومونتيغ بزاف لأنه تعاود بالقياس كنشكرك بزاف أمل حيت طرحتي عليا هاد السؤال هذا اللي كيتداول مؤخرا في لي ريزو سوسيو أنا ما بقيتش عاقلة على المنبر اللي قلت لهم هاد الهضرة واخا نبقى عاقله ما نذكرش في واحد الانترفيو في شوكيز كنا يلا سالينا شوكيز وانا باقا سيغ سين وباقا قسما بالله لا نهار ما شربتش تكز الماء واحتراما للصحافه ما بغيتش نخليهم حتى كملت لي زانترفيو ديالي يعني كنهضر وانا الضو في عيني وما شربش الماء والسؤال اللي كان مطروح هو اللي استفزني هو هذا الجواب اللي جاوبته حيت السؤال كان شنو كتجاوب البنات اللي كيقولوا راجلك شعره مصاخ وكي واش ما كيغلفكش وكيفاش كتقدر زعما تتقاسم مع الحياه وكيفاش كيغسل شعره دونك انا باقي نسينا نطرح عليه هذا السؤال غنجاوبك نفس الجواب راه انا اللي كنشرك مع المخده ماشي نتوما اي واحد كيقول شعره مصاخ غنقول نفس الجواب لان راجلي ماشي مصاخ راجلي كيصلي ما كيدوش كيغسل شعره كل نهار وهذا السبب الرئيسي باش قطع شعره لان دائما كيخرج بشعره فازك وديما كيحرقوا طارو كيضربوا الريح دونك هذا السبب الرئيسي باش قال صافي يعني وكنتي جاوبتيها قلتي لهم راه نو نقي كيغسل شعره جاوبت الناس اللي كيهضروا بهاد الطريقه ديال لا في الانترفيو دونك جاوبتي قلتي لا شعره نقي وما نعرفش شنو كيغسل شعره مزيان وما عنديش مشكل وفوق هادشي كله زعما انا اللي كنقسم معاه المخده دونك ناض هاد الوسيط هذا سولوني واش ما كيغلفكش كيفاش كتقسم معاه قلت انا اللي كنشرك معاه المخده ولكن في المونتاج لا فهمتك انا في المونتاج حيدو ديك البارتي ملي تقطع السؤال
والناس سمعوا الجواب ديالي بانت بحال اللي انا كنجاوب الناس كاملين لي فان ديال فريد كنجاوب عامه كلهم انا اللي كنخدم معاكم انا كنجاوب ديك الفئه اللي كيقولوا شعرهم مسخ ولا كيفاش كتقدر تقاسم معاه الحياه بداك الشعر هذيك الفئه اللي جاوبتها انا ما جاوبتش هذو الاسف يعني بعض المرات كيكونوا بعض المنابر الاعلاميه اللي كيلعبوا بالمونتاج لا انا لا فريد ديما كتوقع ديما كيتقطع السؤال ولا كيتلعب في المونتاج ندوز الفقره المواليه واللي هي صوره وتعليق رباب كي دايره علاقتك مع ماماك علاقتي مع ماما ماما احسن صديقه ديالي ربي يخليها لي ويطول لها في العمر راه من صغري انا كبيره من صغري حتى دابا هي الوحيده اللي كتعرف عليا شده والفده والاصل كنت فرحانه خصني اول وحده نتقاسم على الفرحه كنت معصبه اول وحده مسكينه كنخوي عليها قلبي كنت حزينه هي اللي كتبرد عليا يعني ربي يخليها لنا دابا بعدتي عليها شويه كمان كي دابا في كازا وفي تطوان هي معايا هنا واول انا معاها في تطوان بحكم علاش قلت لك دابا عجبتني الحياه بهذه الطريقه ملي كنت خدامه كان صعيب حتى كتكون شي عطله عاد كنقدر نمشي ولكن دابا وقتي ديالي انا حره فيه جو سوي مون بروب باترون يعني ما كاينش احسن من هيدا دونك ما كنبعدوش على بعضنا قالت عليك رباب ماما ماما قالت شحال فيا شوفوا ماما كومونتير رباب مبروك عليك وبغيت نقول لكم بان رباب ملي كانت صغيره وهي كيعجبها المسرح وكانت كتمارسو في المدارس وفي كلو ميديتراني ولكن ملي بدات كتكبر شويه القرايه شويه بدات كتصعب بديت انا كنبعد من داك المجال هذاك لان دوزت ديك التجربه كانت بغات تخرج على قرايتي ومن بعد ملي كبرت وتخرجت الحمد لله شبرت الدبلوم ديالها وخدمت وبدات ديك الساعه هي عندها الحريه تختار شنو تعمل سيرتو ملي جوجت مع راجلها وملي قربت باش تخرج من الخدمه دي نهائيا يعني قصت كتقابل بنتها من بعد جات الفكره عاود تمارس داك الهوايه اللي كانت عندها من شحال هادي تفكرتها لان دائما كتشوف الفنانين وهي اصلا جوجة فنان ايوا دابا حققت داك الامنيه ديالها الحمد لله وحنا شجعناها لان فكرناها في الصغر ديالها وداكشي وسيرتو هي عندها الحريه دابا ماشي حنا اللي كنحكموا فيها واللي علينا هي نشجعوها ونقدروا لها الموهبه ديالها شنو تقولين ماماك ماما ضحكتني كنقول لها شكرا كمان دميعه نزلات انا سنسيبل بزاف واخا كنحاول نحاول زعما في هذه الحلقه ما لان المكياج غير يمشي كامل وصافي ما هانيه انا كحده العالم كامل هانيه ماما كنقول لها ربي يخليك فوق راسنا وشكرا حيت تفهمتو وقدرتو هذا الشيء وصافي ماما كانت سنوات وهي كتعمل المسرح وكتخرج في المغرب كامل كيدوروا كممثله تقديم وكل شيء ومي جوج بابا ما خلاش تخدم يعني بس لها كل شيء حتى الكليه ما كملاتش حتى العام الاخر ديال الكليه وخرجت وجوجت وصافي دابا كتشوف راسها فيا مسكينه نعم باباك كيدير علاقتك معاه بابا هو العمود الفقري ديال العائله كامله ماشي غير لا بتيت فامي ديال العائله ديالنا كامله هو الكبير ديال الخوت وعنده هو الحكيم ديال العائله هو الحكيم العائله عنده خواتاته بزاف البنات ونساء كبروهم ورباهم وحنا هو العمود الفقري ديال العائله ديال الازماني كامله بابا مفتخره به بزاف واحد الرجل حنين وطيب ومثابر ومكافح وفي اي حاجه كنستشر معاه مساند رقم واحد ديالي واخا هو نورمالمون سني ومحافظ وداك الشيء ولكن كيفرح ملي كنشوف كيشوفني فرحانه نعم ربي يخليك شنو قال لك تا هو السلام عليكم رباب بنتي بغيت نهنيكم على العمل الناجح ديالكم بنتينا والسهر ديالي فريد برافو وكنهنيك انتي بالخصوص لان هذه اول تجربه ديالك برافو عليك وبغيت نذكرك بان انتينا دائما كنتي فوتوجينيك بحكم انا فوتوغراف كنت كنصورك كنقول لك وكنت كتفتح لك الفرص كتشارك في سبيكتاكل ميني كلوب ديال كلو ميديتراني كنت دائما كتوفق الناس العائله ديالنا كيقولوا لك انت دائما فوتوجينيك كانت فيك واحد الميزه خاصه صراحه واخا انت خرجتي في مدارس عليا وحققتي عليها شواهد
تبارك الله عليك والماستر، ولكن انت دائما كيعجبك عالم الفن، هذا من حقك. انا ما نقول لك غير الله يعاونك والله يجزيك التوفيق ان شاء الله، وانا واحد من المشجعين ديالك الاولين. برافو. انتوما حلفي تتخسروا لي الماكياج اليوم؟ لا. ايوا هادشي اللي قلت لك قبل ما نسمع شنو قال. هادشي اللي قلت لك بابا مسكين هو المساند رقم واحد ديالي، وبابا انا قلت لك في الاول فوتوغراف بروفيسيونيل صحافي، كان مسكين بحكم انني بنته الاولى كان دائما في ممشي هنايا في المغرب يا خارج المغرب، عقله يعني الصغر ديالي كامل الكاميرا، كانت ديك كاميرا كبيره دائما هكذاك مصورنا انا بزاف ديال ديك لي كاسيت فيديو في الدار. نعم خصك 30 عام تبقى تفرج داكشي، هو اللي ربى فيا ديال الدار. كان دائما من كيصورني كيقول فوتوجينيك فوتوجينيك، هو اللي ربى فيا هذا الحب ديال التصوير. كنقول له بابا ربي يعطيك صحتك ويطولك في العمر ويخليك فوق راسنا ونشوفك دائما فرحان، وشكرا بزاف على هذه الكلمه اللي قلتي. شوفوا الفيديو. السلام عليكم، معكم فريد غنام الزوج ديال رباب ازماني. هذا الفيديو درته لمرتي بابا مت بنتي، نقول لها تبارك الله عليك وخليك دائما هكا نو شونج با، خليك دائما طموحه وخليك دائما عندك الانرجي بوزيتيف، وان شاء الله انا وياك غادي نوصلوا شي حوايج زوينين الا بغى الله، وعارفه بان انا كنبغيك بزاف و نو شونج با، وخلي لا سبونتانيتي ديالك، ولكن او ميم طون مالوريزمون لا سبونتانيتي في هذا الوقت يقدر كترجع لها الانسان بالعكس، حيت بزاف الناس ما تعرفوكش، ولكن بقاي هكاك، انا بغيتك النهار الاول بحال هكاك بقاي بحال هكاك، وكنبغيك بزاف. باي باي. انا كنبغيك. شكونتينا بعدا باقا دابا ما استوعبتش داك الشونجمون، تخيل تغيجي بالراس طبعا تفكرت ان حسن. لا لا تبدل بزاف. حنا نعاودو نرجعو لاكوب ديالو والكليب ابخي. دابا هضرينا على الزوج راجلك. فريد واحد النعمه عطاها لي سيدي ربي كنحمد عليها الله، لان واحد الانسان حنين بزاف والحمد لله، ربي كيعرفني انا كيفاش كيعجبني نبارطاجي كل شيء مع شي حد عزيز عليا، كل ما انا كنعطي كل شيء اللي عندي كيعجبني لو بارتنير ديالي يكون حتى هو كيعطي كل شيء. يعني ما كنتش نتفاهم مره مع شي راجل اللي كيخلي حياته العمليه بعيده على مراته، ولا كيجي للدار غير باش ياكل وينعس، والحمد لله ربي فهمني وحس بيا. وبابا نهار الاول اللي تلاقى مع فريد حيت كان فان ديالو بابا، وعرضنا عليه اونطونك عائله كامله فان ديالو، نهار الاول حمق عليه وقال هذا انا عارف بنتي كيف نيا مفششه وكيف نيا سونسيبل، راه هذا هو اللي غادي يعملها في عويناته. والحمد لله ربي ما خيبوش زعما بابا، وداك الشيء هو اللي كان كي يتقاسم معايا كل شيء، كيف راه هو قال لك في الفيديو غادي نوصلوا انا وياك شي حاجه زوينين، يعني كيف كان حتى بيا مسكين. وربي يخليه حتى انت تفهمتي الفن ديالو وتفهمتي العالم ديالو، حيت يعني الفنان ماشي بالسهل على انه المراه تكون مسانده عايشه مع الاكثريه، كيوقعوا لهم بزاف ديال المشاكل، الاكثريه ما كيطولوش الزواج ديالهم لانه كيكونوا لي فان، كيكونوا الانتقالات، السفر، بزاف ديال الامور. ف يعني برافو عليك انك تفهمتي وقدرتي على انك تحافظي على حياتك فوتخ في دو كوبل. وا زعما ما جاتنيش شي صعوبه، لان ملي كيكون لا باز وكيكون الثقه وكيكون واحد الاحترام واحد كيجيك صغيره ملي فان. هذا السؤال كيتطرح عليا بزاف. ما تخيلش يا امال شحال انا كنفرح ملي كنكونوا ماشيين في الزنقه وكيجيو البنات ويتصوروا معاه، واخا بعض المرات البنات كيكونوا كيعرفوني وداك الشيء وما كيبغيوش يسلموا عليا ويجيو ديريكت وما كيتخطاو القوانين. لا حنا حيت انا عارفه فريد عايق بهم وانا عايقه بهم. يعني بالعكس كنقول المهم الصبر. عمر جاتك الغيره بحكم انت كنتي فان كذلك؟ حيت عارفه شنو هي فان. انا في الاول كنت فان يعني ما عندوش علاقه داك الشيء بالحب. يعني لو كانت بنت عندها نفس القصه ديال فريد شفتها في دو فويس بحال هكذا كنت غادي كان غيكون داك التعاطف وكنت غادي نحاول نتكونتاكتا معها. يعني في الاول ما كانش حب، كان واحد الاحساس اخر في شكل غريب، فهمت؟ نشوفوا فيديو. امومه درينا عليها ماما. هذا الفيديو كنت يلا شهر الاولي دخلت ليكول، وملي كنمشي مورا دائما شوف الاولى كتشوفني كنعمل دائما لا ميم رياكسيون كنفتح فما وصور ديك اللقطات كاملين جمعتهم. نعم. في لا ماما هي صراحه
ما نقدرش نقول شي حاجه نجرح الام زعما النساء اللي محرومين من الامومه، ولكن انا بالنسبه لي احسن احساس في الدنيا يعني هو هذا راه فوتوكوبي الفريده فوتوكوبي ما كاينش بكل شيء البنينه تدرج لها بحال ديالو مرسومين تبارك الله. كي داير ليا الكاركتر ديالك تحسي بها مايله ليك ولا مايله لبابا؟ وباباها كيقول لي انا شبهت لي فيزيكمون وشبهت لك في الكاركتر ديالك الكاركتر ديالك انت دابا من الاول انت كتصوريها وكلشي ما كتخافيش عليها من لي ريزو سوسيو؟ مش من ناحيه تبينيها تبيني التصاور ديالها لي فيديو ما كتخافيش عليها من العين زعما؟ وشوف هو العين علينا حق ومذكوره في القران داكشي كامل، ولكن انا ماشي من داك الناس اللي مهووسين بالعين. كنقول صافي تصلي الصلاه ديالها كنجي نعسى دائما برقيه شرعيه مني خلقت وربي كيحفظ، قل ان يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. انا كنت كنخاف من العين ما نصورهاش ما غادي دونك انت ما عندكش مشكل؟ لا المشكل اللي رجع عندي دابا وبديت كنحاول نبعده شويه اخر ما عندوش علاقه بالعين، هو انني لاحظت بزاف سواء في الزنقه سواء في ليكو سواء في كل موطع يعني كيكون واحد التعامل شويه كيعاملوها مختلف على الاطفال الاخرين. انا ما بغيتش تطلع حاسه بحال هي شي حاجه عندها زايده، بغيت تربى بحال لي زونفو كاملين الا بقيتي دائما كتبينيها اها راه غادي يعني غادي يولي كلشي كيعرفها من المدرسه غادي يعرفها على داكشي دابا شويه كنبعدوها شويه اصلا اليوتيوب دابا خلق واحد القانون جديد بوغ لا بروتيكسيون دي مينور كيقول لك زعما صور ها ولادك هانيه، ولكن اللي صور ولادو دخلهم ماشي غير ولادك يعني لي مينور بصفه عامه، اذا دخلتي لا فيديو في يوتيوب لي مينور كيحيدوا كاريمون لي كومونتير يعني كيخافوا عليهم، عندك شي حد يكتب شي كومونتير يجرحهم ويتجرحوا هما دونك كيحيدوا اي فيديو على نفسيتهم يعني في يوتيوب دابا صافي ما بقاش اصلا داخل. تري بيان. صداقه كاين الصديقه كاين الصداقه عند رباب ولا ما كاينه؟ شوف انا واحد الانسانه ما كنتعلمش من الغلط وما كنستافدش من الاخطاء، وكيف ما انا طبيعتي هكذا ما كنتبدلش، راه تجرحت وتجرحت وتجرحت في الصداقه بزاف يعني بحكم انني عشت جوك خيبات امل بزاف من صداقات بزاف، لان انا 50 سنه في مراكش كنت مع البنات بزاف منك كتعمل صداقات جيت من كازا خدمت دونك ضروري ما يمكنش تعيش بلا اصدقاء سينو غتكون انت يعني وحدانيه بوحدك ما يمكنش تدخل في اكتئاب، وفي نفس الوقت ما كنتعلمش من داك الاخطاء. انا صفحه بيضاء كنعطي كل شيء دونك صاحبتي تصاحبت معها دخلت لي في خاطري ارتحت لها صافي كلشي ديالها يعني ما عنديش داك خبع هادي ولا ما تقولش هادي ولا دارك شده ولا بيتك شده، صديقه وفيه صافي. وقال لك خاف من صاحبك ما تخافش من عدوك لان صاحبك يكون عنده عليك كلشي غدا ولا بعدو صافي تقلبات له فهمه يطعنك. نشوف واحد الصديقه شنو قالت عليك. رباب سيربريز الوغ رباب عرفت اول مره جات لعندي المحل ديالي هنايا سيغ طانجي هي الوالده ديالها والاخت ديالها باش يكومونديو لو غاتو ديال العرس اللي كان عمل بوم في هذيك لا بيريود. الوغ فوالا عرضت عليا العرس وحضرت معاهم العرس وتحت لي فرصه نعرف اكثر ونعرف لا فامي ديالها اكثر. دابا جات اون اوتر اوكازيون جات هنايا لطنجه باش يصوروا الكليب وبغات تعمل دي غاتو سو فورم ديالهم نيت في لو كليب، مي بيان سور عاونتها با مال دو شوز جو باس لاسي دخلت معاهم في هذاك لومبيونس ديال الكليب وكانت تجربه كبيره واعره اكسبيريونس تري تري بيل الحمد لله دازت كلشي مزيان ورابب زيد تعرفت اكثر وحبيت اكثر بيان سور باسكو عندنا ميم كاركتير ستريس والعصب انا فضحتك الوغ سي بور سا عندي عزيزه ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في دوتر اوكازيون فوالا رابب ما كاينش بحالها تري تري جونتي تبارك الله عليك ميرسي بوكو 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 بيزو. الوغ هذه ساره صديقه ديالك في الاول كانت واحد العلاقه ديال الخدمه وتطورت لصداقه تطورت لان عندنا فوتوكوبي ديال الطبيعه بحال بحال وانسانه غزاله وقلبها كبير وحتى حاجه ما كلشي ديالك يعني وكتعاون بالروح بالدم معك هي اللي عاودت لك عليها وهي مشيت عملت لي سيربريز من داك لو غاتو كانت باقا ما كاينش فكره ديال الكليب ومن بعد ملي سمعت الفكره ديال الكليب يعني شهر كامل مسكينه وهي كدمر معايا وهذا الله يعمرها دار وطبعتنا بحال حال. كنشكرها بزاف على هذا لا فيديو وكنشكرها بزاف على الوقفه ديالنا ديالها معنا في الكليب ولا اي حاجه عاونتنا فيها وكنقول لها راه خصنا نشوفوا شي حل لهاد ستريس حيت حنايا بجوج بينا بيرفيكسيونيست يعني ملي كندخلوا في شي بروجي خصنا كنعملوا يعني دي زيدي
وكنرسموا واحد لوبجيكتيف خصنا نوصلوا له. هي حاجه زوينه انه الانسان يكون بيرفكسيونيست يعني بالنسبه للحاجه اللي كيقدمها للناس، ولكن كيبقى كياكل في راسه. اكزاكتومون شنو كنضعف كلشي كيقول لي شنو السر ديال الضعف، انا خصني نغلط، ولكن في زمان كنضعف لان كنتفانى في شي حاجه اللي انا في يدي خصني نعملها كوم يلفو، سواء نعمل الحاجه معوطه سواء كنبعد منها، وهي عندها طبيعه بحال. انت ما عجبكش لاطاي ديالك بحال هكا ضعيفه؟ لا انا كنحماق نغلط. ما كيخلي ما يلا كنجمع شي كيلو او كيطيح شي كيلو. شنو كدير باش تغلاضي؟ زعما كنحاول ناكل. لا ما كناخذش دواء، ما كناخذ والو، ولكن زعما كنحاول. هو النعاس، انا دائما كنسهر وكنفيق بكري، كنحاول بروفيتي من الليل ومن الصباح، خصني نعيش نهار كامل. شوفوا صاحبتك اخرى شنو قالت. سالي رباب، كنتمنى تكون بخير وعلى خير، كنتمناك تكون ارتاحتي شويه. بغيت نهنئك على العمل ديالكم الاخير انت والاخ والصديق فريد غنام، اللي كان اكثر من رائع، اكثر من رائع، تبارك الله عليكم، ابدعتوا. وبغيت نشير لواحد القضيه ونقول لك ان شاء الله هذه غادي تكون بدايه لمسيره موفقه ورائعه ان شاء الله نتينا وفريد، و بوكو با غنشوفوك في الدومين ديال التمثيل من دابا الفوق، وسورتو انا اللي كنعرفك مزيان ملي كنتي صغيره وانت كتحمق على توسكي مسرح تمثيل، كلك مليئه بالطاقه الايجابيه والحيويه والنشاط وداكشي بون اكسيتيرا، تبارك الله عليك. كنتمنى لكم كل الخير وكنحماق عليكم، وان شاء الله ديما القدام. باي باي. الو غادي صديقتك سلمى، صديقه المراهقه، دوزنا الحماق، دوزنا المسرح، كنا كنعملوا تياتر مع بعضنا في تطوان، ودوزنا بزاف ديال لي سوفونير واعرين بزاف، وفرقتنا الظروف، فرقتنا الظروف واحد المده، ودابا عاوتاني رجعنا هذه عامين باش رجعنا ما كنتفرقوش، بحكم انها حتى هي في كازا، حتى هي فان ديال فريد، راجل الله يعمرها دار، دونك راجله تصاحب مع فريد، دونك دائما كيخرجوا كوبل في كوبل، عندنا نعم. بزاف الحاجات مشتركه، هي ستيليست، حتى هي يوتيوبرز، حتى هي بلوغوز، وكنتمنى لها مسيره موفقه حتى هي، وشكرا على الكلمه سلمى. الوغ انت الطفولة ديالك منتي صغيرة وانتي بعدا أصلا نجمة وخرجتي في الجورنال بلا خبارك، دونك كان وراك واحد الصويرة حكي لنا عليها. ألوغ هادي الصويرة ديالك كنتي في الجورنال إسبانيول مكتوب فيها بوركي تيرياس، يعني علاش كضحكوا؟ علاش كضحك زعما؟ هادي اذا ما كذبت، لان حتى التصاور ديال الشده حنا عندنا في تطوان ديك التقاليد الشده وداك الشيء كيخرج، حتى هما كانوا خرجوا لي فوتو ديالي في لي جورنو. انا بابا مصور صحفي، وكان اول واحد عمل لابوغاتوار لابو فلاش في تطوان، دونك كانوا الصحافه ديال اسبانيا ولا ديال دول اخرى ملي كيجيو لتطوان كيخرجوا كيطبعوا عنده. وكانوا جاو شافوا هاد لا فوتو، بابا كان انا قلت لك كيصورني بزاف، كيقول لي فوتو كتبر ستوديوس ديالو كاملين لي فوتو كبار، نبأ انك غادي تولي مشهوره في المستقبل. ما دائما هو اللي، حتى الناس كيقولوا لي علاش كتصور دائما مجنبه هيدا، هو اللي دائما علمني نصور مجنبه ما تصورش دو فاس. ايوا وكان جا صحفي اسباني. شحال في عمرك؟ الله ما نكذب عليك ما بقيتش عاقله، شي 3 سنين. جا صحفي اسباني ويطبع عنده شي حاجه وشافني وقال له عفاك واخا عطيني التصويره ما سحبلوش انا بنته، قال له هي هذيك بنتي داك الشيء، قال له زعما حيت العام الجديد غيدخل وراس العام وهاد الضحكه عطاتني واحد لينيرجي بوزيتيف، وبغيت نبارطاجي مع الناس هاد لينيرجي اللي انا خديت مع هاد لافوتو نبارطاجيها، وكتب من تحت منها زعما هاد الضحكه هادي البريئه كتنبأكم ان غادي يكون ان شاء الله عام جديد وكله زعما تفاؤل، وصافي هادشي اللي كاين ديال القصه ديال لافوتو كنا محتفظين بها. نعم شوفوا صوره. الوغ هنايا هادي سيتي فوتو ديال لي 4 جينيراسيون، كاينه بنتك وانتين ماماك وجداتك، واللي هي دارت البوز في الحقيقه صوره زوينه. كيفاش جاتك الفكره ان عندك يدير هاد لافوتو هادي؟ واو هادي في اخر ساعه عرفتي كنا عيب الاسبوع الاسبوع ديال سامر، في اخر ساعه جاتني هاد الفكره هادي. كنشوفها بزاف، كنشوف بزاف هاد لي فوتو بحال هكذا لي 4 جينيراسيون ولا 5 جينيراسيون، وفي اخر ساعه قلت لهم اجيو اجيو نتصوروا زعما، صافي وحطيتها سبونتانيمون هكذا، وكان كلشي بارطاجها زعما فوالا 4 جينيراسيون. ربي يطولها في العمر، هذه مامي وعزيزه عليا بزاف. هذه ماما ماماك؟ ماما، هذه ماما مامي كنقول لها. الله يخليها لك يا ربي. يا ربي امين. نشوفوا واحد الفيديو اللي هي الاولى اللي درتي. كيف انتم لي مامون لي فيتور مامون؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم فكرت نهضر لكم على بيبي كوخ،
حيت هذا بيبي كوك نفعتني بزاف انا مع بنتي وباقا كنفعني. هاد البيبي كوك كاينه في اوركسترا، كاينه في فين تقدروا تجبروها في اي بلاصه. انا شريتها من عند بلال عندنا هنا في تطوان في قيصريه قبه باب المعدل، كيبيعها بنص ثمن 1400 درهم. اذا بغيتو من بعد نقول لكم فين جات بيبي كوك. باش مزيانه، اولا كطيب لافابور، يعني كتبخر الماكله كتخلي فيها الفائده ديالها كامله، يعني صحيه اكثر. ثانيا كتشد عليها وكتمشي، ما تخافش الماكله عندك تحرق لك ولا تلصق. ثالثا سهله ودغيا، كتشبر خضره كامله خاصها تكون مقطعه عندك صغيره 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 باش تبان مزيان. هيدا سنتيمتر واحد مثلا كتصيب ديالك. مثلا انا عندي اليوم نعمل القرا جلبان، ها هي دي جلبان بزاف نقص منها شويه. عندي جعده كنخليها هي الاخريه عاد كنسيبها باش كتبقى قريبه من الكسكس، حيت الجعده كتعطل عاد كطيب شويه. الجلبان والجعده وشنو شني عاود هادي. الله هادي اول فيديو درتيها بديتي ليها شي حاجه من هادي اول مره ما جاني هكذا. كان فريد مسافر وبنتي كانت يلاه داز لها لانيفرسير ديال العام وصافي مع كثر عليا عندنا القناه عندنا قناه خرص راه بيبي كوك. شفتي حاجه اللي غتفيد الناس؟ انا لي فيديو ديالي كاملين كانوا افاده وكاملين عندهم علاقه بماتيرنيتي. كنت ما كنفكرش نكبر لي زابوني ولا نفيزي الناس بزاف قد ما نفيد الناس. ومي شافوا الناس هاد لا فيديو ولا اللي موراها ولا اللي موراها كيجبهم الله هادشي بيبليسيتي. وانا بيبي كوك شاريه راسي كيقولوا لي زعما ماشي دعايه منين شريتي صحه عامله بيبليسيتي من القيصري والو. بالعكس الحاجه اللي انا كنشوفها غتفيد الناس يعني غيشريوها بثمن ارخص من هذيك البلاصه اللي ذكرت في الاول اوركسترا نص ثمن. يعني قلت هذا الفيديو غيفيد الناس سورتو تطوانيا. صحاب لي انا اصحاب لي غير تطوانيا اللي غيشوفوني اصلا، ما كنتش كنفكر ان نكبر القاعده وداك الشيء. دونك كنهضر من قلبي كنقول واحد الحاجه اللي غتفيد الناس ما فيها حتى علاقه، ما عرفاش اصلا بلي انا لي بيبليسيتي كيتعملوا في اليوتيوب ولا حتى حاجه، وكنت ما عندي ادنى فكره على هذا المجال. ولكن صدقنا الخبر بانه كمان اول قدر جاك او اول سالير جاك من اليوتيوب تفاجئتي، ما كنتيش معول على داك الخلاص اللي غتخلصي. اييه يعني انا في الاول فحال اللي قلت لك بدات القناه هكذاك باس كومباسيون نشارك مع الناس التجارب ديالي. بقيت علينا نكمل 8 شهور هكذاك كنقرا ديما في لي كومونتير واش عاملين على الفلوس ما شنو هذا واش من فلوس كيهضروا عليهم الناس ديما. حيت انا ما كانتش عندي علاقه باليوتيوبرز، ما عمري ما تبعت شي يوتيوبرز ولا عارفه حتى شي حاجه على هذا المجال. دونك ملي بديت كنتعرض لي زيفينمون كنتلاقى شويه مع اليوتيوبرز كيقولوا لي زعما كنهضروا في هذا الشيء، قالوا لي يمكن لك تعمل مونيتيزاسيون يعني لي بوبليسيتي كيطلعوا عندك في لا فيديو ديالك وشحال ما تشاف المرات كتخلص عليها. وصافي فريد عمل لي سوربريز وعمر لي داك لي فيش ديال مونيتيزاسيون، عطى لهم لادريس ديالنا ديال تطوان. كنت انا العام الاولي ديالي ملي كنت يلاه ولات كنت في تطوان مع مي بان. او ابري شي 8 شهور ولا 9 شهور عاد ديك الساعه كجاني داك السالير الاولي عاد كيجي حلو حيت كنت انا ديميسيونيت شحال ما تخلي السالير جاني حليلو. فهمتي كتعمل يعني حاجه اللي انتينا خدمتي عليها وخديتي انتينا باسيون يعني ماشي شي حاجه. كاين اللي يعني واحد الانتقادات كيجيو كبار بزاف بالنسبه لليوتيوبرز يقولوا بانه ماشي بالفعل عندكم داك الغرض انكم تفيدوا الناس، انتم هادشي كله كديروا غير باش تشدوا الفلوس. ملي كيقولوا لك الناس بحال هكذا كيفاش شنو كتجاوبيهم؟ واش نقول لك، هو بنادم ما خصوش يعمم لان اللي كيعمم تعميم لغه اليوتيوب دايره على ود الفلوس ولا ماشي على ود الفلوس. لو كنت انا يوتيوب اصلا عارفه فيه الفلوس راه من الاول غادي نفتح القناه ديريكتومون غنعمر مونيتيزاس. الناس شافوني وعرفوني فوقاش بداو كيطلعوا عندي بيبليستي ابخي 8 موا. يعني اصلا في الاول كنت كنعمل اغاني بلي دغوا دوتور يعني دي شونسون عالميين ومعروف في اليوتيوب اذا دخلتي اغنيه عالميه راه امبوسيبل تخلص على داك لا فيديو، مول الاغنيه هو اللي كيمشيو الارباح ليلو. دونك حاجه واضحه وباينه علي نكمل العام يعني 8 شهور ولا 9 شهور وانا لي فيديو ديالي كاملين كانوا غراتويتمون غير باش كيعجبني نتصور كيعجبني نبارطاجي مع الناس شي حاجه اللي غتفيدهم صافي. تري بيان، غندوزو الفقره المواليه واللي هي سمعنا باللي. سمعنا باللي صحاباتك في الاول كانوا مشجعينك كانوا معاك كانوا مشجعينك في الخطوه لانك تواصلي مع فريد وانك تزوجي به، ولكن مني شافوا بان الامر بالفعل كان جدي وانه قرب يجي يخطبك ديال بصح تقلبوا عليك، واش بصح؟ وهو في الاول ملي كنت كنشوفو انا وكنبقى نسورفي ليله كامله في اليوتيوب على قصه حياته ونرسمو وداكشي كامل
واش دابا هذا غادي يديها فيك هضره ستار هضره ما نعرف شنو. كنقول لهم انا صعيب باش تفهموا هذا الشيء، راه هذا غير انا فن يعني هذا تعاطف. لو كانت بنت بهذه القصه راه غادي يكون لا ميم شوز. انا بيدي ما عمرها ما كانت عندي فكره ان الزواج ولا شي حاجه عندها علاقه يعني بالعلاقات ديال الحب. دونك كانوا كيقولوا لي هكذا وكيطيحوا بيا لاقصى درجه وكيقولوا لي زعما بحال السما الارض عمرك ما توصل له. اون فوا جات صدفه لا فوتو اللي رسمته تبارطاجات في لي ريزو سوسيو وصلت لعندو وفيها الاسم ديالي من تحت ودخل. واحد النهار هكذا ما عليا ما بيا في البيغو ديالي كنقرا له ميساج ديالو كيشكرني وهذا، حسيت واحد الاحساس مزيون كتكون فان ديال شي واحد وكيتجاوب معاك. دونك قلت لهم وديك الشيء بداو كيقولوا لي وصافي راه كيجاوب لي فان كاملين. جا المغرب عطاني النيميرو ديالو بقينا كنهضروا في الواتساب. بدا داك وعندك تعمق معاه راه الفنانين عندهم سمعه خايبه راه ما شنو. كنقول لهم انا اصلا الهضره يعني بيناتنا ما عندهاش علاقه يعني ماشي حنا مصاحبين ولا شي حاجه. صافي انا وفريد جات العلاقه ديالنا في شكل يعني خدمنا مع بعضنا. كنا عملنا واحد السهره في تطوان جبناه غنى في انا كنت من المنظمين ديال ديك السهره تعرف اوتوماتيكمون على مي بارون حبوه وحبهم. من بعد واحد النهار انا عقله كنت ماشي في فرنسا في كازا كنت بيته في اوتيل وجا عندي قال لي فينتي انتيا جا عندي ولكن ماشي هذا البورتري اللي كنوصل له هذا شي واحد اخر. المهم جا عندي شويه كنت ماشي مسافره لباري مع سالون ايموبيلي حيت كنت باقا خدامه مع سيكتور ايموبيلي وجا قال لي نزل دابا. نزلت هضرت معاه في الصالون ديال الاوتيل وهو يدخل ديريكت قال لي شوف انا تلاقيت مع تي بارون ودخلت لي في خاطري وانتينا بنت الناس وهذا انا نجيك ديريكت نلحلال بغيت نجو. انا ما ثقتش لا غدا كانت 6 الصباح عندي الطياره ديك السيمانه كامله دوزت في باغي مرفوعه ديجا باغي كانت غريب داك الوقت كنقول واش كنحلم واش كان هذا. ملي رجعت كنقول لصحاباتي يعني عملوا لي ما الي بي باش يفرقونا. حتى لدرجه هو كان كيسافر بزاف مثلا مشى كنرجع للبنان وتلقى مع واحد البنت كانت معاه في ذا فويس كانت بيناتهم علاقه وكنتصور معها هي ومراد بوريكي فوق الفراش ديال الاوتيل. صبروا هما شنو عملوا قطعوا مراد بوريكي وخلاو غير راسو عند راسها وكيصيفطوها لي بديفو كونط زعما شوف هو معاك وجا هضر مع باباك وراه مشى للبنان وتلقى مع لك صحابك اللي صيفطوا لك فو كونط. ما داكشي ساهل باش تعرف شكون داكشي ساهل. وراه شفت داكشي راه تلاقيت مع صحاباتي نيت وجا التليفون صدفه ديال صحاباتي في يدي وكطلع الفوتو بالصدفه في يدي فهمتيني. شي حاجات اللي ما كتتوقعهمش كاملين ملي واجهتهم يعني هذه غيره الغيره بغاو يفرقوك على فريد الله اعلم شنو هذه. يعني انا واجهتهم قلت لهم في الاول كتقولوا لي هذاك عمرك ما توصل له والنهار اللي السيد بغى المعقول كتقولوا ما خليته ما عملته باش نتفرقوا. دونك شنو هذا بغيت نفهم. قال لك لا حنا قلنا لك هكذاك حيت كان هو عامل في ذاك الوقت بوم ودابا ملي جا المغرب صافي طفى ودابا المهم يعني شي تبريرات خاويه وصافي. دونك كان هذا هو السبب على انك ما بقيتيش معاهم فرقتي انت وياهم ولا باقا؟ لان هذاك الشيء كبر وتعقد وخياب ووصلت للمعيور وتحدي معيور تحدي كاع شي حاجات ما نقدرش نهضر عليهم في البرنامج لان كانوا خصهم يعملوا لي ماي لبي باش نتفارقوا. شوفوا واحد الفيديو اللي نقد نقول هو هي كانت صديقه عزيزه عليا وباقا كنكل كل احترام وتقدير ولكن المشكل يمكن انا ليسونسيل هو الخطا ما صدرش من عندي وصافي ما انا عمره ما يجي من عندي العيب. الوغ هنايا فرح الفاسي اللي كنتو تما صحابات بزاف ولتو في نفس النهار وفي نفس الكلينيك كنتو مع بعضياتكم يعني كانت واحد العلاقه كوميم اللي دامت واحد المده وفي الاخر هاد الصداقه ما بقاتش والعيب كان منك. العيب كان منك رباب؟ أمالي إذا جيت نهضر في هذا السوجي راه الحلقة كاملة ما غاتكفاش. وهاد الانترفيو عملته من بعد عام يعني أنا عام كامل وأنا ساكتة. بعد عام أنتم ما كتهضروش أونسيم عاد جا هاد الانترفيو هذا. أنا في الوقت اللي تخاصمنا نيت كانوا كيعيطوا لي بزاف لي جورنو إلكترونيك. علاش تخاصمتوا؟ كانوا كيعيطوا لي بزاف باش يهضروا معايا على اليوتيوب وداك الشيء كنت كنأنيولي لي زانترفيو باش ما يسولونيش. كنقول لهم بلاتي ها فريدة يخرج واحد الأغنية ونجيو أنا وياها أونسومبل. هي هذيك إفكتيمون من بعد شهر خرج فريد أغنية مشينا أنا وياها أونسومبل وبقاو كيسقسوني عليها. كنوقف كنقول لهم ما خصنيش نجاوب على هذا السؤال عام باش ما تقولش بغيت نعمل البوز على ظهر. كتقول هي بانك بغيتي ديري البوز على ظهرها؟ هذا هو السبب ديال 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 سوء التفاهم اللي وقع بيناتنا حيت انا ملي عملت القناه على اليوتيوب. فرح فاسي كتقول بانك انت كتستغلي الشهره ديالها باش تباني.
انا ملي كنت مع فرح هي كانت كتقول لي انا ما عرفتش شكون اللي سطر واش انا ولا انتينا، يعني تالمو كنت كندخل لا فوتو مثلا كتوصل 20000 جام، هي ما كانتش كتعطي الوقت للريزو سوسيو اصلا، كنخرجوا في الزنقه في تطوان ولا هذا كيجيو الناس كيتصوروا معايا حتى انا وداكشي، كانت كتقول لي كيفاش انا هاد الانسانه كنت كنعتبر اختي، حتى ملي كنشوف الناس كيقولوا شي حاجه خايبه سواء في وجهي ولا في لي كومونت نقدر نضربهم على ودها. واحد المرتبه يعني دختي تحديت العالم عليها، وكنت كنحبها واحد الحب وباقا كنحبها وكنتمنى لها مسيره موفقه، غير هو انا جرحتني كنحبها طبعا، وبنتها في مرتبه بنتي واللي بقى فيا لحد الان هي بنتها، كنقي نحلمها وكنحاول نشوفها، هي ما كتدخلش التصاور ديالها في الريزو سوسيو يعني ما عرفاش حتى كيف رجعت، كنحبها واحد الحب كبير، وقع سوء تفاهم ودخلوا شياطين بيناتنا، هو انا كنت يلا فتحت القناه ديالي، وكانت واحد اليوتيوبر صفاء شانير كنوجه لها تحيه من هنا طنجاويه، عملت واحد الموضوع كتهضر على البنات ملي كيتزوجوا كيتقلبوا على صحاباتهم كترجع فيهم العياقه ما كيبغيوش يبقاو يخرجوا، قالت لي زعما انا نعمل العكس، يعني البنت كتزوج وهي كتبقى مزيانه مع صحاباتها، راه صحاباتها اللي كيتقلبوا عليها حيت ما كيبقاوش نفس البلانات، دونك انا ما عليا ما بيا جبرت صور داك لا فيديو مثلت انا جوج الشخصيات. فرح كنا حنا ديك الساعه شي شهرين ما هضرنا، بحكم ان هي ملي رجعت الميدان ديالها راه ما بقاتش كتتصل بيا نهائيا، حنا كنا 9 شهور ديال الحباله وفي عام ديال الرضاعه، 9 شهور ديال الحباله في كازا كنا كنخرجوا دائما اونصوم ونوجدوا اونصوم، عام ديال الرضاعه كنا في تطوان كنخرجوا دائما اونصوم، اون فوا رجعت الميدان ديالها نساتني، يعني انا ملي جيت صورت داك لا فيديو في داك الوقت كنت كنهضر مع بنت عمتي في السويد اسمها تاهي فرح، وليله كامله وانا كنهضر معاها كتصيفط لي الماتيريال وداكشي اللي غنصور به، صورت لا فيديو صدفه جيت بديت كنقول ديك الشخصيه الثانيه كنقول فرح، مع العلم ان ديك الشخصيه ما عندها حتى شي علاقه بفرح، لان انا كنهضر على جوج كانوا كيقراو اونصوم. كيفاش ما عندهاش علاقه بفرح؟ انت عارفه كاين مشكل مع فرح وسميتي الشخصيه فرح. لا علاش؟ حيت انا كنهضر على ديك الشخصيه هذيك. اصلا كاملين ما لقيتيها فرح اللي تحكي. حيت كنت كنهضر مع بنت عمتي. قسما بالله الا حيت كنت كنهضر مع بنت عمتي شهر وانا كنهضر معاها، باغ كونت فرح شي شهرين كنت ما هضرت معاها، وبنتي كتعامل على سيست كنغتنم من الفرصه، يعني كنصور ستريس ديال ماشي الاجواء ديال التصوير اصلا، ديك الشخصيه ما عندها حتى شي علاقه بفرح، انا كنهضر على جوج كانوا مصاحبين كانوا كيقراو اونصومبل كانوا كيسهروا اونصومبل كيخرجوا اونصومبل، انفو زعما وحده جوجت اخرى تقلبت عليها فرح، حنا ما عمرنا ما قرينا مع بعضنا ولا كان عندنا شي بلانس مع بعض، انا فرح تحبلنا عرفنا راسنا حاملين في نفس الشهر تحبلنا. واش انت اللي خرج منك العيب في الصداقه بيناتكم بجوج انت وفرح؟ انا غادي نكمل لك، انا هاد لا فيديو صورتها نزلتها في يوتيوب بالحسن النيه باش نصيفطها لها في الواتساب، شكون لها كيف جيتك في التمثيل كنضحك معاها كنجبرها نبلوك يعني ونصيفطها لي ميساج طويل عمري ما سحب لي تينا بالدناءه وبغيتي تشهر لي على ظهري وما شنو هذا، انا بديت كنترعد وفريد حدايا وفريد واحد الانسان كيجي مع الحق وكون يماه مراته يجيك مع الحق، باقا كنقول لها كذا كيجبر لي زوديو ديال عمر، هي مشات شكات عمر وبلوكاتني، عمر جا كيقول لفريد شنو كاين وهذا وهذا، فريد بدا كيشرح لعمر كيقول انا كنجي مع الحق مراتي تعال الله لطفي شنو قال؟ صافي قال زعما انا عارف بلي انا ماشي نفس الشخصيه ولكن غير المشكل في الاسم، شنو عملت انا؟ يعني هو تفهم عمر تفهم؟ نزلت لي فيدي كامل وصورت واحد الفيديو ديال التوضيح نزلته ديريكتومون في اليوتيوب، كنقول انا فرح بنت الدار الكبيره وبنت الناس وما يمكنش نكون انا هادشي عليها وهذه يعني انا وياها خويا يعني وضحتي وشكرتيها وكل شيء وضحت، والناس في لي كومونتير كيقولوا لي شكون قال لك بلي حنا بالنا مشان فرح؟ حنا عارفين انك تينا فرح خوات وعارفينك كتحماق على فرح وانتينا ماشي تنا هاد الدرجه خايبه باش غتجي تحشي لها فرح. هي تفهمات الامر ولا لا؟ لا من موراها عيطت لي كتهددني كتقول لي يا اما مسح داك الفيديو يا اما صافي ما بقى بيناتنا حتى شي حاجه، قلت لها واذا مسحته فحال اللي كنقول انا بصح انا هضرت عليك فهمتيني، يعني الالاف ديال الناس شافوا الفيديو وهضرت خرجت بتوضيح يعني كما درتي وحله اكزاكتلي حاولتي انك توضحي الامور مشكله حاولتي انك ما توضحيش الامور مشكله، دابا تخيل امل الفيديو تشاف الالاف وخرج من بعد منه توضيح كنقول انا علاش هي كتقول بان العيب منك؟ علاش كتقول العيب منك؟ زعما كتقول حيت الفيديو انا هادشي اللي كنهضر لك انا حيت انا اخي بحاجه عندي على وجه الارض هي الظلم، اكثر حاجه كتقدر تجرحني هي الظلم، سيرتو اذا ظلمك شي واحد اللي كتحسبه في مرتبه فرح الفاسد الماسك ظلمتني حيت هي قالت لي واش كتستحمرني؟ انا عرفتك هضرتي عليا وخصك تطيح بالسمعه ديالي مع الناس، واش كتستحمرني؟ هاد الهضره جرحتني بزاف وباقي اليوم من هذاك كنتفكرها كنبكي. شنو تقولي لها؟ كنقول لها اش غادي نقول لها؟ ما عرفتش شنو غادي نقول لها، كنقول لها ظلمتيني يا فرح ظلمتيني. وكنقسم لك بالله وحده الملايين الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو بلي انني ولا 1%
كنت فكرت ان يعني انت غتشك انني كنهضر عليك ولا الناس غيقولوا فرح. الناس اصلا كامل حتى شي واحد ما طاحت على باله بلي انني كنهضر عليك، لان داك الشخصيه ما عندها علاقه بك. انا كنهضر على صداقه المصلحه، وجوج كانوا كيقراو مع بعضهم. انت ما كانت بيناتنا حتى شي مصلحه، كنا حيت حبنا مع بعضنا، مدينه واحده، مصاحبين مع بعضنا بحال خواتات. لا انت كانت عندك مصلحه فيا ولا انا عندي مصلحه فيك، لا انت كتحسدني ولا كنحسدك، بجوج بينا مجوجين فنانين وبجوج بينا حبنا في نفس الوقت. يعني الفيديو ما عنده حتى شي علاقه بك، وظلمتيني وقلتي انني كنهضر عليك، ولا حول ولا قوه الا بالله. وسيختو ديال الشياطين اللي دخلوا بداو كيدخلوا الفخرات وكيهضروا لها، حيت بداو كيصيفطوا لها وكيقولوا لها صحاباتها اللي ما حملونيش النهار اللي تصاحبت معها، ما حملونيش اصلا علاش دخلت حياتها، شي صحاباتها اللي دائما معها. لا حول ولا قوه الا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي كنقول انا، معني ما نزيد نقول. خلينا نتكلموا شويه على الموهبه ديالك ديال الرسم. نشوفوا بعض الصور ديال الرسم اللي انت كترسمي. انا فريد صغور. مين جاتك هذه الموهبه ديال الرسم؟ تبارك الله عليك كترسمي زوين وزوين بزاف. شويه بزاف. ملي كنت صغيره ترسمي لي راه يا مرحبا نجبر شي وحده مزيونه عليك الرسم. انا كنجي نرسم غير اللي مزيون ولا اللي كنبغي. ربي يخليك. ملي كنت صغيره كان بحكم كانت الدار كبيره. تعلمتي ولا غير؟ لا ما عمري ما تعلمت، ولكن بحكم كانت الدار كبيره وكان عندي بحال اتوليه كنرسم يعني بلا بانتور بالالوان للطابلو وديك الشيء. من بعد صافي رجعت غير لبخول. هادشي كنكون في البيرو مع ما كيكونوش لي كليون ولا ما كتكونش الخدمه بزاف، كنونس راسي بالرسم. نقدروا نشوفوك واحد النهار غادي نعرفك. كنت يلا تلاقيت معاه في الصباح وبقات في بالي. كنوجهوا لها تحيه. كنوجهوا لها تحيه. ممكن واحد النهار ديري اكسبوزيسيون ديال لي طابلو بانتور؟ انا كتفكري فيها؟ هاد الهوايه غير عاملها ستاند باي وصافي، بحكم ما عنديش اتساع في الدار، ما عنديش الوقت، السمر ما يمكنش تجبد هذا هذاك الشيء، ولكن دائما في بالي هذا الحلم. يعني ان شاء الله مي غادي نتسعوا نشوفوا شي دار واسعه علي، خصني نعمل ان اتوليه ونزيد نعطي الوقت ان شاء الله. يعني ديري تبارك الله عندك موهبه زوينه. ربي يخليك. نشوفوا واحد الصوره درت شويه واحد الضجه. الو هنايا كنت تبراتي بالدم وقالوا لك اللي بغى يدير الخير يديروا بالستره. أيه. انت بغيتي تدوزي ان ميساج. هو سيدنا اللي هو سيدنا الله ينصرو بين على انه كيعطي الدم باش يشجع الناس انهم يديروا. حنا كنبقاو كاع الناس اللي هما معروفين كيعطيو واحد القدوه للناس. علاش كل مره كيدير فنان او شخص معروف بغض النظر فنان ولا ماشي فنان كيلوموه الناس، كينتقدوه بزاف، ما كيتفهموش هذا الامر هذا؟ وهو انما الاعمال بالنيات، راه كلشي على حسب النيه ديال بنادم. انا ولا ما كنتش شفت هذا السيد اللي عزيز عليا وكنوجه له تحيه، اسو كيعطيني واحد الطاقه ايجابيه كبيره. لو ما كنتش شفتو لافي ودخل فوتو كيتبرع بالدم، ما كانتش غتجيني انا ديك الفكره ونوض غد له ونتبرع حتى انا بالدم. وما كنتش عارفه غيكون تما، مشيت يعني ديسكريتمون، ما كنتش عارفه غيكون، ما كنتش عاولها اصلا تصور. اون فوا جا وكان كيصور فلوق وقال لي واش واخا نصور معاك فلوق، وصور ودخلها في القناه ديالو. صورت حتى انا تبرع بيان سور. انا حيت شفتو في لافي، مشى هو لافي تبرع ولا غد ليه جا باش يصور معاهم فلوغ. دونك لا فوتو شنو هو الهدف منها؟ هو ان قلت انا كيف ما شفتو كيتبرع ونط مشيت نتبرع انا، دونك واحد اخر غادي يشوف هاد لا فوتو يقدر حتى هو غيمشي يتبرع. يعني كتدوز كتشجع الناس بهاد لا فوتو، ماشي باش نقول لهم شوفوني انا تبرعت. انا ما عمري ما بارطاجيت فوقاش كنتصدق ولا الخير اللي كنعمل، سواء كان مع لي بيبي ابوندوني ولا مع الحيوانات كنحمق عليهم. عمري في حياتي ما بارطاجيت هادشي في لي ريزو سوسيو. هادشي كانوا الناس محتاجين الدم، وقلت بما انني انا تشجعت ملي شفت التصويره طه اسو، دونك التصويره ديالي قدرت تشجع شحال من واحد. وافكتيفمون شحال من واحد صيفط لي ميساج شفناك صافي مشينا حنا تبرعنا بالدم. هادشي اللي كاين. نعم. كل واحد يحسبه كيف ما بغى. اكزاكتومون. بغيت نسولك على واحد الحاجه اللي هي الماتك وضراتك. مني كنتي كتواصلي مع فريد كلشي كيقول بانه انت اللي تبعتي وانت اللي درتي الخطوه الاولى وانت اللي درتي يعني اليدين والرجلين باش تزوجي بيه، وانك انت اللي خطبتي وانتم اللي درتوا العرس وانتم اللي كلشي درتوا غير باش تزوجوا بهذاك السيد، وهو ما كان على باله. يعني بحال درتي ليه فخ باش انك تزوجي بيه. واش هادشي بصح ولا لا؟ شوف احنا باقي قبل هضرنا على المونتاج، كان داز في اذاعه مغربيه، والسؤال اللي سولوه هو واش زوجتك هي من بادرت بخطبتك؟ يعني واش هي الاولى هضرت معك؟ ماشي تيقولوا تيقولوا انك انت اللي خطبتي هي اللي خطبتك. نعم. هما قالوا له هي من بادرت بخطبتك، يعني هي اللي هضرت معك النهار الاولي. قال لهم هي يعني سي فغي انا اللي رسمته وهديته داك الفوتو. لا هما تيقولوا بانك انت اللي خطبتيه.
هديك القوالب السكر الغلط العشيه والهديه يعني اللي كنتي فارقتي عندك عاد تزوج بيا. وانا دابا عاد عاودت لك بلي ان العلاقه ديالي به ما عندهاش شوف انا اصلا الفن الغناء داكشي كامل بابا في الاول المشكل شنو المشكل ديالاش مشكل فين هو المشكل هو طبعا يعني سيدتنا خديجه رضي الله عنها وخطبت الرسول صلى الله عليه وسلم وما عندي ادنى مشكل بهذا الشيء لو كان هو ماشي هو اللي جا خطبني كنت نقدر نمشي انا نخطبه ولكن انا دابا عاودت لك بلي انني نهائيا ما كانتش كطيح على بالي الفكره ان انا وياها تكون حتى علاقتي ديال المصاحبه اللي كان كلشي كيتصاحب دابا ما بقاتش شي حاجه اللي ونهائيا كانت واحد العلاقه بيناتنا في شكل يعني فان مع هذا هو كيحترمني كنهضر في الخدمه كنهضر في لي زيفينمون حتى جا كيقول لي فان كنتي كتصوري على انك غتزوجي فريد ولا لا عمرها ما طاحت على بالي هذه الفكره في الحياه غير تواصلي معايا ربي غير يقرا الرساله ديالك شوف اول حاجه كان باقي يلاه عنده 25 عام كنقول هذا الانسان بعدا اصلا واخا مفكر انا في الزواج ما عمره ما غادي يكون هذا الانسان باغي يجوج ثاني حاجه فنان كنعرفوا الفنانين ما كيبغيوش يجوجوا باش يكثروا عندهم لي فان ثالث حاجه بابا سني كنقول رابع المستحيل لا سابع ولا كيقولوا سابع مستحيلات لان بابا غادي قبل بنته تجوج بمغني انت عارفه الفن على هضره على فريد فريد شنو عجبني فيه كل شيء لا بدون شوف انا اول مره باش شفته كنت في البيرو ديالي خدامه وكان معايا مون كوليك كيعرفني كيعجبني الراي كيعرفني كيعجبني لا من غير الراي كفنان الغناء ديالو الى غير ذلك اكيد هو جا قال لي شوف خرج واحد الفنان واعر صوته واعر داكشي منتو في البيسي وانا خدامه يلا دق الاول هذاك باش غنى عايشه ماشي ترني لي لو صوتو ولا صيف غير الصوت ديالو يعني من الاول كتقول هذا واعر في الصوت ولكن ملي سالا مع هذيك الدمعه مع هذيك الضحكه مع خلط بالعاد لي زيموسيون مع بعضو القصه ديالو مشيت ديك اللي كنفتش على هذه القصه ديال هذا السيد اللي ما كيعرفوش يضحك واش يبكي واش انه يعني شي حاجه من تعاطفتي معاه تعاطفتي مع القصه ديال فريد كامله كنشوف على القصه ديالو جا في الاول تعاطف انا في الاول قلت لك لو كانت هذه القصه بنت في دو فويس عندها نفس القصه كنت غنعمل لها لي بي باش نتلقاها وباش نهضر معاها باش نانكوراجيها ونقول لها شي كلمه طيبه صافي هادشي اللي كان في الاول نعم شيء كان بعد تديفلوبا لي ممكن الامور ما يمكنش ما بغاش يعني انسان حنين بزاف و ما يمكنش ما تبغيش اي وحده تبغاه ميك اب اللي دايره اليوم انت اللي صوبتيه ياك دونك سمعنا بان كتقراي المكياج انت ما غتولي ميك اب ارتست ولا لا كنت بديت بحكم بنتي وهذا وقفت وقلت بلاتي ان شاء الله العام الجاي ميت تعاود لوغيغ ديال بنتي مع لا ماتيرنيل وداكشي عاد نبدا ان شاء الله بغيتي فريمون تحترفي في هذه المهنه بغيت ماشي انا نخدم ميك اب ارتست وانما باش ملي هذه الموجه دابا اللي كاينه ديال ميك اب ارتست لا ماشي باش نخدم لا ما تخافوش ما نجيش نزاحمكم لا لا غير باش ملي نعمل فيديو تيتوريال ميك اب ديال شي ميك اب عجبني ونوري الطريقه حيت الناس ديما كيقولوا لي عملنا تيتوريال ميك اب دونك انا ما غادي نجيش اولا ما عنديش كاميرا بروفيسيونيل ثانيا ما عارفاش كل حاجه شنو سميتها دونك من نهار اللي غنجيب تيتوريال ميك اب خصني نكون كنتقن كل حاجه ناش كتصلح وكل حاجه شنو لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديالها هادشي علاش باغي انا نصبر دي فيديو ديال الميك اب ارتست الوغ هاد المكياج تعلمتيه بوحدك حيت هنايا مازال ما قريتيش لا حيت هو اللي كرسم كيكون يدو متعود على متعود كيفاش يمانيبيلي الصبعين ديال يدو هذا حيت كنت ديك السيمانه عندي لي زيفينمون بزاف كنحضر واشاك فوا كنزل فوتو كيقولوا لي عملنا تيتوريال عملنا وكنت مع خالتي في طنجه وعندها الاضاءه في سال دو بان قلت صافي راه نغتنم الفرصه ونصور فيديو وصورت بلا ما هضرت انا قلت لك الحاجه اللي ما كنتقناش طيب فين ولا صافي خليتي طيب ساليتي ولا ملي كنكون مع ماما مسكينه ربي يخليها سواء كانت معايا في كازا ولا كنت انا معاها في تطوان هي اللي كتكلف بالطيب ما كتخلينيش كتشوفني خدامه مع لي ريزو سوسيو مع لي زيفينمون مع داك الشيء نعم. سينو اذا كنت بوحدي في كازا راه بزاف مني انا اللي كنطيب الو هذه التصويره ديال الماكياج ارتستيك هالوين معك نعم هذا كان هالوين وكان فريد مسافر وسموره في لا ماتيرنيل وصافي قلت رانا
خديتي الموديل من اصلا انت كترسمي دونك ديكو غادي يجيك هادشي ساهل. وديك الشيء اللي انا تلقيت بزاف من الانتقادات وهذا العيد ديال النصارى وديك الشيء وما حنا حيت صغرنا مع لي زيكول مع بحكم الخدمه بابا كان كيخدم مع النصارى واخا ما كنامنوش بهادشي ولكن كبرنا في هادشي دونك جاتني داك الجنان نرسم في وجهي ونبين واحد لو كوتي اخر ديالي اللي كنعرف نعملو بارطاجيتو مع الناس ما عنده علاقه بالديانات الاخرى. تري وانا كنشجعك على انك تمشي في هذا المسار لانه تبارك الله عليك عندك ما تقولي فيه. ربي يخليك شي يا استاذ. ندوزو الفقره المواليه واللي هي بدون فلتر. رباب شكون هي المراه القدوه ديالك؟ المراه القدوه ديالي شوف اي مهنه اللي انت كتمتهني دابا. المهنه اللي انا كنت اي وحده طموحه متبره ناجحه كنشوفها قدوه ديالي حيت كتعجبني المراه اللي يعني ما عنديش شي وحده ما عنديش شي وحده. نقدر نقول لك ماريا مونتيسوري لان تعلمت منها البيداغوجي ديالها في الحياه تعلمت منها بزاف الحاجات طريقه ديال ليدوكاسيون ديال هاد الاطفال كتعجبني بزاف. شنو الاغنيه اللي كتعجبك ما تقولش لي بالقانه القانه ديال فريد من غير فريد لمن كتسمعي كذب عليك دابا ما كنسمعش بزاف الاغاني ما كتسمعيش الاغاني والله ما كنلقى الوقت باش نسمع الاغاني ومين كنجي الناس ما خصنيش الناس بالموسيقى في ودني في الطوموبيل خصني تكونسونطرا مع السوكان ما كنطلقش الموسيقى ما كذبش عليك يعني اذا شفتي حاجه صدفه في لي ريزو سوسيو هي سينو. شكون المغني المغربي اللي كيعجبك من هاد المغنيين الشباب؟ كيعجبني شاب يونس بزاف. يونس شاب يونس وما كرهتش يعمل شي ديو هو وفريد مع صوته قريب من شاب مامي وفريد من شاب خالد اجي بحال شي ديو ما بين مامي وفريد ممكن يجي زوين. والله فا وا فريد يتصل بي ولا يتصل مع بعضياتهم؟ كنهضروا صحاب يلاه البارح خلوها غير بالضحك بجوج بهم. دونك الفكره كاينه ولكن باش تطبقها راه خاص الوقت والاجنده ديالو خاويه وداك الشيء. كلمات اللحن الى غير ذلك. نعم. نشوفوا مقطع من الفيديو كليب الاخراني. انا وطوماجي وهي بدات تشوجي وهايا هذا مبروك عليكم كليب. الله يبارك فيك. تبارك الله دار شحال دابا داير تقريبا اكثر من 4 مليون 5 مليون تقريبا ديال المشاهده وكان نيمورو ان طوندونس ملي خرج. كليب زوين وعرفنا بانه انت اللي ورا السيناريو ديال الكليب وانت اللي ورا انه فريد قطع شعره. واو شحال من عام عاد قطع شعره؟ شحال من عام عاد قطع شعره ولكن الصراحه الفكره جات من عنده كل نهار كيقول زعما كيدوش كيخرج كيضربوا انا ملي داز عندي فولورز قلت له قلت له تقدروا نشوفك واحد النهار قطع شعر قلت لي ممكن. كيفكر هي فكره كاينه انما قلت له بما انك تشوف راسك دابا قادر تحيد راسك استفد يعني ما تحيدهاش هكذا وصافي حيدها ملي تكون غتخرج شي عمل وصافي والحمد لله جا زوين بان وجه عاد بان وجهه مزيان تبدل بزاف وضعف شبونس لا هو ضعف طيح 10 الكيلو ضعف جا داكشي مع بعض. السيناريو كيفاش الفكره كيفاش اصلا الكلمات ديال الكليب شكون اللي كتب الاغنيه؟ كنوجه تحيه لخالد سلام هو التطواني ديالنا فنان تبارك الله عليه هو اللي كتب الاغنيه بزاف ديال الاغاني دابا سمعوا منها وكيقول له غنعطيهم لك فريد لانه هو فان ديال فريد كلهم واعرين وان شاء الله ما غيوقفش فريد في هذا بلقانا راه اللي ما جي غيكون احسن من بلقانا. كنتي جيتي انت قبيحه وحده اللي ما مسوقاش الراجل ديالها وكاين اللي قال لك راه هي بصح هكذا كنتي مزيان تبارك الله عليك. وانا ملي قالوا لي بصح دايره هكذا في الحياه الزوجيه ديالنا فرحت علاش حيتاش اذا ثقوا بيا اذا عرفت نمثل. دونك لا عرفتي تمثلي تبارك الله عليك جاوبك التمثيل التمثيل ولا لا؟ وبحكم انني كنحضر لي زيفينمون بزاف وانا وفريد وكنتلاقاو بفنانه كتكون هضره هكذا ما كندخلو في يعني دور في مسلسل ولا فيلم مي كندخلو في داك الصح صحيح كتجيني شي حاجه اللي هي امبو مستحيل نعملها صعيبه بزاف. ابو لا ما نقدرش حيت انا متبته بالعائله بزاف ما نقدرش نبقى شهر شهرين ثلاث شهور غير باش نخدم واحد العمل بعيده على رجلي بعيده على بنتي كنتقمص شخصيه اخرى غنبقى ملي كنتقمص ديك الشخصيه كنبقى شحال باش نخرج منها فهمتي كتجيني نعم. صعيبه بوغ لو مومون زعما ما كنستعدش شخصيه. امتى تقمصتي شخصيه؟ اي عمل؟ كان الاعمال اللي كنعملهم في الدار اللي كن اللي كنمثلوا بهم اللي كنضحكوا بهم في المسرح ملي كنت كنعمل المسرح بزاف يعني خصك تكونسونطرا وتدخل في ديك الدار وتثق براسك انك انت هي ديك الشخصيه ما كتجيك صعيبه كتبقى في وسط داك الضوء عاد من ايام هذا الكليب راه بقيت هكذاك حتى مع الناس اللي معنا في ليكيب وفي الكواليس كنهضر كنقول هيا هيا راه دخلت في الشخصية واش قالت لك ساره الستريس والاعصاب راه صافي بقيت هكذاك
صوره. انت نيت هكذا بالكانا كديري كلشي في حياتك ولا لا؟ ماما اي واحد بالكانا راه يكذب عليك كاذب اللي غيقول لك النهار يصبح المود ديالو مزيان راه الحمد لله وشكر لله. اغلبيه كنوض انا معروفه بالانرجي بوزيتيف دائما ضحكان كنخلق السعاده من والو، ولكن طبعا بعض المرات تكون ما عندكش الكانا وتكون نقدروا نقولوا على ان فريد ساعدك بزاف الشهره. ماشي ساعدني في الشهره، واصلا مثلا لو كنت انا رباب ازماني بلا فريد وما مزوجاش فريد وجيت فتحت اليوتيوب ولا هذا راه غنبقى بحال يوتيوبوس كاملين خداو سنوات باش زعما جمعوا هذا لاباس لي زابوني. وبيان سور طبعا انا قلت لك منين جاو لي زابوني كنا مشينا كوزنا العرس مشينا شهر العسل ما بارطاجيت والو انا في لي ريزو سوسيو غير لي زانفيتي اللي كانوا في العرس بارطاجوا لي فوتو ديال العرس. جيت من شهر العسل كنجبر لي فوتو في كل الموطات ما فيت ابونا عندي الناس كان عندي غير الفيسبوك. انا ما عمري ما كنت كنفكر في الشهره ولا عامله انستغرام ولا اليوتيوب كان عندي الفيسبوك فقط كنبارطاجي مع العائله مع الصحاب. ملي بداو الناس كيقولوا لي اجوتيني امي وفيسبوك خصك ماكسيموم 5000 دونك رجع داكشي بيبليك. نعم صافي جا صدفه كلشي صدفه. نعم بغيت نقدم لك واحد السيده. سيده نشوفوها شنو اللي كيعجبك في هذه السيده وشنو اللي كيعصبك فيها؟ كنستنى السيدات بان كنقولوا شنو نبدا باللي كيعجبني ولا باللي كيعصبني؟ بغيتي اللي كيعصبني فيها هي ستريس. كنعيا نحاول نتحكم في ستريس ديالي ما كنتحكمش في ستريس ديالي. علاش كيجيني ستريس؟ لان ملي كنفكر في واحد الحاجه خصني نعملها وكنجبر اللي معايا في ليكيب متفانيين ولا بحال اللي كنقولوا لي بغي نربح عام طويل كنبدا نستريس. انا خصني كلشي يكون بديك الانرجي بوزيتيف وكلشي يكون ضاحك وكلشي يكون فرحان وكلشي كيعطي. ما كنحملش ستريس اللي فيا. وشنو اللي كيعجبني في راسي؟ كيعجبني في راسي الانرجي بوزيتيف، كيعجبني في راسي انني كنحاول نخلق السعاده من اي حاجه، كيعجبني في راسي ان شي حاجه بسيطه كتقدر تفرحني ودوز النهار كامل مزيان. كويز داتاي يقدر يفرحك. كويز داتاي فريد كامل اتاي. عطيتك زوين فريد. ضروري سوسي. انا نقدم لك واحد بنيوته. هذه انت صغيوره مع الحمام. شفتي ملي قلتي لي قبيل سمر فوتوكوبي فريد؟ ما بغيتش ندخل معاك في جدال لان انا ملي كنت قد سمر كنت فوتوكوبي ديالها. لا كومام شوف الشبه كبير بزاف. انا وفريد صغار كنا كنتشابهوا. سبحان الله العظيم. نعم سبحان الله العظيم. الا افترضنا على انك انت رجعتي للماضي وجلستي مع هذه البنيته هذه شنو توصيها؟ شنو نوصيها؟ نوصيها انك ما تبقاش يعني نيه بزاف للمسار ديالها. شنو توصيها؟ حدي راسك ما تبقاش نيه بزاف. ماشي اي واحد ضحك في وجهك راه كيبغي لك الخير. وحاول شويه تسر حياتك وحاول ما يبقاش كل شيء فوق الطابله. انا ملي كنكون فرحانه كيجيب لي الله ويدعوت الفرحه ديالي راه كلشي غيفرح معايا حيت انا كنفرح مع الناس ملي كيفرحوا. خدلتي يا رباب في حياتك؟ لا مرا راه نتكرر. والغلط ديالي هو انني ما كنتعلمش من هذا الشيء. ما كنتعلمش ما كنتوبش. الوقت الزمان غيحكك يا رباب. هو دابا 30 عام راه ما كنظنش واقيلا غنبقى بحال هكذا تنجيبها في راسي. لا 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 ضروري الانسان في اي لحظه يقدر يتبدل. إذا كانت عندك القدرة أنك ترجعي شي حد توفى عزيز عليك شكون غادي يكون وعلاش؟ كذبش عليك أمل أن الكلمة ديال الموت يعني كتخوفني بزاف. هي أكثر حاجة كتجرحني والحمد لله باقي لحد الآن ما ترزيتش في شي حد اللي غادي يقدر يوصلني شي حالة ديال الاكتئاب. لأن النهار الله يستر يتقاش شي واحد اللي عزيز عليا وكنشوفه دائما راه من دابا مجرد أنني كنتخيل ما كنقدرش شي واحد. عائلتي نيد عمتي الله يرحمها وينعمها يلاه باقي في رمضان اللي فات باقي ما دازش العام. مسكينه هي ساكنه في الديار الفرنسيه ماشي هنا وكان خصها بحال تقول كانت عالمه على راسها غتموت مسكينه. كانت خصها تجي دوز معنا رمضان وقالت لنا خصني نجي ندوزو معاكم وهذا وبسبب المرض ديالها قالوا لا زعما لا خليك تما تعالج حسن وهذا وجيت انا لتطوان في الاخر جات في رمضان ولكن جات في المحمل. هذاك المنظر سكاني سورتو كنت يلاه سمعت صوتها وكتقول خصنا نجي ندوز معاكم رمضان. انا المريضه المرض داها مرض. نعم الله يرحمها. ما كرهش ترجع غير دوز معنا هذاك رمضان اللي كان في الامنيه ديالها مسكينه وتعاود تمشي مسكين. نعم الله يرحمها. الله يرحمها وينعمها. غادي ندوزوا الفقره المواليه وليا سيلفي. رباب شنو كتبغي تصور كتباني كلك ولا سيلفي؟ سيلفي كيجيني راسي كنجي خايبه في سيلفي. هادي سيلفي شو كيف جيت بحال ماشي انا. ما كيعجبنيش سيلفي. نعم ما كتبغيش سيلفي؟ لا كتفضلي صوره عاديه. كديفورما الوجه كيديفورما.
على حسب كاين اللي كيحماق على سيلفي تيقول لك انا بالسيلفي انا عاد كان عاد كيجي لنا نصيب زوين كيكونوا مزيونين اكثر من القياس. لا شوف فوتوجينيك اصلا يعني ما دونك الصور العاديه. مع من تمني تاخذي سيلفي؟ معك دابا نيت مرحبا انا غناخذ سيلفي. سيلفي شوف انا الناس كتجيهم شكل كنتصور سيلفي بزاف كيجيب لهم الله زعما ملي كنشوف شي واحد مشهور خصني نطير عليه نتصور معاه. مع العلم انني كنكون شي ايفينمون فيه الفنانين بزاف كنتصور غير مع خمسه اللي هما دوس معاهم دوك المومون زيون وكيكونوا عزاز عليا. حيت انا قلت لك بابا عندك انت سيلفي سنتيمونتال حيت بابا مصور يعني انا عندي اي لحظه مزيونه خصها تترسخ اوتوماتيكمون. ما عنديش ديك العقده واش انا اللي غنمشي نتصور معاه ولا هو غيجي يتصور معايا. واحد الانسان عندي عزيز يعني ماشي غنافخو. شفتي شي واحد اللي انا ما كيعجبنيش ما غنمشيش نتصور معاه. ما يمكنش نافخو ونقول له انا نتصور معاك غير باش تما تصورت معاه. دونك مع من تمني تاخذي سيلفي؟ مازال ما جاوبتينيش. مع من شي واحد كاين ولا ما كاينش ولا زعما شي واحد اللي صعيب يعني نوصل له. كيبقى الاختيار ديالك. ما نكذبش بيكاسو. لا بيكاسو لا بيكاسو كيدا رجعنا للحياه. علاش بيكاسو؟ بحكم ان كيعجبني الرسم وانا كنعشق للتابلو ديالو كنعشق العقليه ديالو الفن ديالو بزاف. وصلنا لاخر دقيقه من حلقه اليوم. من طقوس البرنامج كنختصر فيه انا وياك وكتحطي عندك في انستغرام وكديري ان بوست. شنو غادي تقولي عليا ولا البرنامج؟ نبداو بالبرنامج. كنشكر هذا البرنامج اللي قربنا لي فولوورز واللي عطى الاضواء شويه للشخصيات اللي كاينه في لي ريزو سوسيو. انا اول برنامج كيهتم بينا وكان صراحه حلقه مزيونه بزاف. وكنشكرك نتينا واخا نبشتيني وخرجتي مني بزاف د الحاجات اللي ما خصنيش نقولهم. حتى انا معروفه هكذا في طبيعتي سواء غنهضر على الحاجه كامله دو ازيد بلا فاصله والنقطه سواء كنسكت. دونك اذا جبتيني في شي حاجه راه كان داكشي كنفضل نسكت بزاف. ولكن على العموم حلقه مزيونه بزاف وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم وشي اللي كاين. نعم وانا بدوري كنقول لك مرحبا بك نورتينا وكنشكرك على صراحتك. واكيد يعني بزاف ديال الاسئله غيكونوا عند الناس وانت الحمد لله اللي عطيتينا الاجوبه واش يعرفوا شنو كاين وشنو واقع ووضحتي الامور. هذا الشيء اللي كاين. والبرنامج سميتو فولورز وحنا لي ستار ديالنا اكيد الضيوف ديالنا وحتى الناس اللي هما كيشوفونا. قالوا ناس زمان شفناهم من بعيد قلنا هادي ناس زوينه حتى قربنا منهم عاد الحقيقه بانت لينا وندمنا على النهار اللي فيه عندهم مشينا. بهذه المقوله الرائعه كنقول لكم امسيه طيبه والى اللقاء.